عبد الجواد، فيما تبقى لنا من الوقت، في الوقت الذي يعيش فيه جميع السكان تقريبا في أوكرانيا حياة غير طبيعية، ماذا عن الناس داخل روسيا وتحديدا في موسكو؟ هل الضغوط الاقتصادية بدأت تؤثر عليهم؟ كيف يعيشون؟ نوفاك، يعني الواقع العالمي والعقوبات التي تم فرضها على قمة المعذرة عزيزتي، يعني نوفاك هذا يمكن بالروسية عبد الجواد. نعم لا نعرف. نعم صحيح وروناك يا نوفاك بالروسي. نعم بالفعل، يعني واقع العقوبات الكبير على على الكثير من القطاعات الروسية وعلى المصارف والعملة المحلية لها تأثير بهذا الشيء، لكن يعني المدن الروسية الكبيرة وموسكو أبرزها طبعا تعيش حياة طبيعية، يعني كما شاهدنا خلال الأيام الأخيرة الماضية، خلال الأسبوعين أو الثلاثة الأخيرة كان هناك قلق كبير موجود لدى العديد من مواطني روسيا وبالتحديد في مدينة موسكو. كنا نلاحظ أن المحال التجارية نعم عبد الجواد سباقا بين زوارها لاختطاف أكياس نعم. السكر بعض الشيء وبعض المواد الأولية التي يحتاجها نعم. المواطن الروسي، لكن الوضع الآن يبدو شبه طبيعي مع طمأنة الحكومة بإعادة المواد الأولية إلى رفوف المحال والمجمعات التجارية. شكرا جزيلا، تحياتي لكما الزميلان عبد الجواد الرشد مراسل الحدث من موسكو، وأيضا الشكر موصول لموفد الحدث الزميل عادل عيدان من أوديسا. شكرا جزيلا لكما.